مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم عبر شاشة تلفزيون لبنان. معنا مباشرة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري. صباح الخير لك ولكل اللي عم بيشاهدونا، وصباح فلسطين والأقصى والقدس وغزة والعرب. وهذا الإنجاز، هذا الإنجاز بالطبع. كنا حابين نستضيفك لنسأل عن إنجاز مع وقف التنفيذ، هو انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، الرئيس 14 لجمهورية لبنان ما بعد الاستقلال. لبنان هذا النموذج الفريد مش بس بالمنطقة، بالكرة الأرضية. اليوم الإنجاز المجلي اللي رح نحكي نحن فيه هو بقطاع غزة. يمكن من 50 سنة أو حتى من 75 سنة ما تحقق شيء من هالنوع بالأراضي اللي فيها إسرائيليين، فيها إسرائيليون، فيها مخابرات إسرائيلية. كيف تصف ما حصل من الناحية العملانية؟ لخلي الأول تعليق الرئيسي ونخليه بالآخر بنحكي فيه طبعا كلمتين. بالموضوع الأول، بداية ما حدث فعليا ب 6 تشرين هو انتصار، وهو حرب حقيقية، وهي انتصار حقيقي. وهذا الانتصار كتكنيك عسكري يمكن يدرس في المعاهد لأجيال قادمة، لأنه ما بعتقد بتاريخ الحروب في كتير نماذج مشابهة لمثل ما حصل. وخلينا نتذكر أنه هو 50 سنة زائد يوم واحد على بعد انتصار. على انتصار مصر وسوريا بحرب العبور وحرب الجولان، يعني وقت على العدو الإسرائيلي التي سميت حرب الغفران أو حرب تشرين. وأهميتها دائما كانت أنه تظهر أن العرب قادرون على المواجهة، عندهم انتصار، عندهم فكر عسكري متطور جدا. ما حدث في تشرين كان تاريخي بهذاك الوقت من 50 سنة. لكن للأسف ما يسمى رد الفعل العالمي وقتها ووقوف العالم إلى جانب العدو الإسرائيلي هو يعني خفف من الوهج، لكن ما حصل هالمرة هو استثنائي بكل معاني الكلمة، استثنائي لأنه تمكنت يعني المقاومة الفلسطينية بغزة بمنطقة محاصرة عددها قد يعني مساحتها قد لوكسمبورغ اللي فيها فعليا، أن تنتصر على عدو إسرائيلي جرار، يملك جيش جرار، يملك كل التقنيات، كان له دور يعتبر هو حارس المنطقة نيابة عن مشروع غربي استعماري بالكامل، تمكنت أن تنتصر عليه إذا على غطرسته وصلافه. وهذا الانتصار كان ساحقا بشكل أن هذه الحرب التي وقعت حسم الانتصار فيها. يعني هلا المعركة انحسمت وكانت مدوية. هلا شو ما يعمل العدو الإسرائيلي من هون وبالريح لاستعادة جزء من هيبته التي فقدها لا تمحي الانتصار. فإذا خلينا نأكد أنه هذا، وبالتالي هنالك ما بتقدر تطمس الانتصار ولا اللي صار. حرب وقعت تم الانتصار فيها، هذا العدو فشل فشلا ذريعا. وما بدنا نقول الفشل أنه هو فشل لأنه استخباراتيا فشل، لا، نحن بدنا نقول فشل أيضا لأنه عبقريا كان في عبقرية عسكرية فلسطينية استخدمت. يعني كان في إرادة وإدارة ووجدان، ووجدان وعبقرية، ويعني نعم. كان في فكر عقل، فكر عقل يعني. وهذا الفكر حتى الدول الكبرى يعني مثل روسيا كانت عم تحكي فيه امبارح على أهمية هذا الفكر. علينا أن نتذكر أن الحدود غزة مع فلسطين المحتلة هي 37 كيلومتر، من حدود كبيرة يعني بيقدر الإسرائيلي يضبطها بكل. ثاني شيء، وضع فيها استثمار تقني لبناء جدار وحائط مليار دولار، اللي يسموه 4 مدري 6 مليار شيكل، نحطوا فيها هذا بجدار واحد، ما عدا الجدارين التانيين. إضافة إلى أنه كل الرقابة الإلكترونية والطيران والأقمار الصناعية وما يسمى التعاون بين الجيش العدو الإسرائيلي وبين العديد من الجيوش العالمية اللي إلى مظاهر قوة ومظاهر في المنطقة، والبحر كمان خفر على طول الساحل البحري اللي هو صغير كمان. فإذا هذا ما حصل هو استثنائي. لذلك نحن نتوقع الآن، وهذا معروف عن العدو الإسرائيلي، نتوقع رد فعل وحشي يهدف إلى
تدمير الى الخراب الى محاوله محي صوره الهزيمه التي وقعت. كل حال بلش الدوحشية اليوم يوم في عندنا 30 شهيد بقصف الطيران بيناتهم رضيع وامراه وبالتالي يستهدف المدنيين ولا يميز بين مدني وموقع عسكري، اضافه الى استخدام وسائل حتى بالحرب تعتبر هي محرمة مثل قطع المي، قطع الكهرباء، قطع الغذاء، قطع الغذاء، الحصار، هذه كلها وسائل. حتى بالحروب هنالك ما يسمى قواعد اشتباك حتى داخل حتى الحروب. بالاحتلال على يأمن الكهرباء والمي والأكل والشرب. فإذا الآن أنا أتوقع هون هلأ تبدأ معركة من نوع آخر. نعم. هي معركة الصمود ومعركة السياسي والدبلوماسية، يعني بين الإنجاز اللي صار وما يمكن أن يصبح عليه الوضع السياسي في الصمود. هلأ كيف رح يقدروا يصمدوا بهيك ظرف يعني عاتي من الطيران؟ أولا خلينا نقول نحن أنه المعركة لم تنتهي، لأن الحرب بعدها مستمرة. نعم. وبعد في اشتباك كان مع يعني المقاومين داخل فلسطين المحتلة نفسها، وبالتالي العدو ما قدر أن يستطيع أن يعيد السيطرة على مناطقه. ثانيا وهيدي معممة صارت بمعظم وسائل الإعلام إنه المقاومين في غزة عم يقولوا نملك من القدرة ومن الإمكانيات ما يجعلنا نرد على هذا العدو الإسرائيلي، سواء الإمكانية الصاروخية أم الإمكانيات الأخرى. فإذا نحن ما زلنا الآن في سعير المعركة. النقطة الثالثة هو الواضح جدا وهذا درس نحن لازم نتعلمه، مثل ما حماس علمتنا والمقاومة الفلسطينية علمونا دروس جديدة في الانتصار، ومثل ما نحن في لبنان كمان أعطينا دروس في الماضي في الانتصار، في الدرس أنه العالم الغربي لن يقف معك. طيب يعني شو دورنا هون؟ العالم الغربي لن يقف معك، يعني واضح جدا أنه تداعت القوى العظمى التي هي تداعت في الماضي إلى حماية هذا الكيان منذ تأسيسه. نعم. هذا الكيان اللي اغتصب الأرض تداعت إلى حمايته منذ تأسيسه، هي تتداعى الآن لحمايته وتحاول أن تصور الشعب اللي هو محتل أرضه واللي هو محاصر واللي هو ممنوع عنه والذي يقتل بشكل دائم وكل وتحاول أنه هو الذي اعتدى. يعني حتى تطلع على وسائل الإعلام الغربية war against Israel وما بعرف شو against Israel، ما حدا قال انه في احتلال، في قهر، في حصار، في اعتداءات متكرره، في وحشيه. طب هون استقطاعا، هل نحن كحضاره وكعرب وغير عرب، هل نحن مقصرين انه ما يكون عندنا شبكه اجنبيه تلفزيونيه او هذا تفرجي الحقيقه او الواقع، أم أنه بس نتكل على وسائل التواصل الاجتماعي؟ ليك عنا وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتوصل لكل العالم، عنا اليوم الإذاعات العربية بدك تضرب لها تحية لأنه معظم الإذاعات العربية وحتى جزء من الإذاعات اللبنانية اللي هي كمان بالعالم موجودة عم بتغطي هذه الحرب. طيب بس المفروض تغطي كمان بلغه اخرى، وهذه التغطيه عم تاخذ يعني حتى اذا كل يوم بتطلع بتلاقي منح التغطيه يتطور. يعني اليوم الموقف العربي بدا يتطور باتجاه دعم فلسطيني اوضح، واليوم مثلا المملكه العربيه السعوديه دعت الى عقد مؤتمر اجتماع وزاري للمؤتمر الاسلامي غير اجتماع وزارة الخارجيه العرب. اليوم صار واضح جدا انه حتى دول العربيه التي تدعو الى الهدوء والاعتدال عم تربط الهدوء والاعتدال بحق الشعب الفلسطيني. يعني اليوم يعني معادله رجعت لاساسها، معادله رجعت لاساسها، ومعادله اعاده تصويب لذلك الانتصار العسكري دائما له من يتبناه ومن يدعمه. يعني نحن بحاجة إلى تثميره مش طمسه مثل ما كان عم بيعمل بالهدول. نحن بحاجة إلى تثميره، والتثمير هم بحاجة إلى جهد فلسطيني متكامل. لذلك من خلال إذاعة لبنان الوطنية ندعو كل أخواننا الفلسطينيين إلى الوحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية، سواء كانوا في فلسطين
كانوا في أراضي السلطة، كانوا في غزة، أو كانوا في الشتات، كانوا في المخيمات، أم كانوا في المدن. علينا وحدة الساحة والأراضي الفلسطينية والقرار الفلسطيني، مطلوب وحدة عربية متكاملة بقواسم مشتركة داعمة، مطلوب وحدة الآن لكل دول العالم التي هي خارج إطار ما يسمى الدول التي تسمى عظمى والتي أظهرت دعم للعدو الإسرائيلي. هون إذا نحن بسبعة تشرين بفلسطين، هو ستة تشرين من 50 سنة بلس، هذه البلس ألا يجب أن تشمل إيران؟ ما في شك، اليوم نحن في دول، اليوم واضح جدا انه الموقف الايراني واضح في الامم المتحده. ايران عم تقول انا ادعم الفلسطينيين وادعم المقاومه الفلسطينيه دون تردد، نعم، لكنني لست شريكا فيما حدث. يعني مش انا مش انا اللي بهم. لذلك بس هو الواقع نحن بحاجه دعم، في بحاجه مثل ما نحن بحاجه لوحده فلسطينيه، بحاجه لدعم عربي، بحاجة أيضا لدعم إيراني، بحاجة لدعم تركي، بحاجة لدعم كل الدول المحيطة فينا إقليمي. وفي كتير دول بالعالم الآن تلحظ الحق الفلسطيني وتلحظ القضية الفلسطينية. وما تنسى أن يعني هناك شتات فلسطيني مثل ما في شتات عربي في معظم العواصم الغربية، مثل ما شفنا امبارح تنافس في شوارع لندن على مظاهرات تأييد للقضية الفلسطينية. كمان هذا ما بيمنع أنه يصير فيه مظاهرات تأييد في ومظاهر تأييد سلمي ومدني ومتطورة وحضارية وجدية ومؤثرة في العديد من العواصم الأخرى. طيب هون بيستحضرنا سؤال. تفضل. دكتور بزري، هل في علاقة بين اللي صار بمخيم عين الحلوة يعني الشهر الماضي والعملية الفلسطينية؟ هل في ارتباط؟ أنا برأيي لا. لأقول لك شو اللي بيصار. اللي صار في مخيم عين الحلوة هو مؤسف، وهو نتيجة ما يسمى أول شيء تفلت الساحة اللبنانية. الساحة اللبنانية متفلتة، نحن معظم الدوائر الرسمية عنا والواقع السياسي في لبنان، وهذا التفلت سمح بالخروقات الأمنية ونتيجة إدارة غير جيدة وغير موفقة، حتى ما نطلق عليها لا أسامي ثانية، لإدارة ملف مخيم عين الحلوة منذ عقود وسنوات. لأنه إذا أنت بتلاحظ كان كل ما يصير في مشكل بلبنان، كل ما يكون في قضية في لبنان منذ عقود وسنوات، كانت أنه يحطهم يعني ابلهم باط أو مرقهم، نعم، أو سهل وصولهم إلى المخيم، نعم، بانتظار حصول. حضرتكم عندكم يعني أنت والله يرحمه الوالد بتعرفوا حيثيات كثير تفاصيل. لذلك التنوع اللي موجود في المخيم والتعددية الأمنية والإيديولوجية والعقائدية وإلى آخرها هي كانت عنصر من عناصر التفجير في ظل غياب رؤية موحدة. لكن الآن المطلوب حتى من المخيم نفسه، وأنا برأيي لهلأ من ثمن كان عندكم جهود من ثمن هلأ هذا أن يكون هنالك نوع من الهدوء التام حتى يمنع الاحتفال بإطلاق النار بأي انتصار حتى فلسطيني، لأنه هذا الآن مش مطلوب. المطلوب حقيقة إظهار قديش نحن حجم تضامننا مع حجم العملية أو الحرب على مستوى المستوى الانتصار العسكري اللي صار. طيب دكتور عبد الرحمن بزري، أنتوا والدكتور أسامة سعد راضيين عن المخرج اللي صار بموضوع عين الحلوة؟ معلش لو عم نحكي عن، خلينا نقول لك الدكتور أسامة كان عنده جهد كبير وأنا كان عنده جهد كمان أيضا في متابعة هذا الملف، ونحن نملك علاقات جيدة ووثيقة ووطيدة ناتجة عن شغلتين. أول شيء تعايشنا الدائم نحن وياهم، ثاني شيء قناعتنا التي يعني ما الحاسمة بحقية القضية الفلسطينية والتزامنا بها، والعلاقات المجتمعية حتى اللي بين المخيم وصيدا والقرى، والقرى يعني اللي موجودة القرى المسيحية وغير المسيحية. وانت منك غريب عن أورشليم يعني ما مشان هيك انا عم بطرح عليك السؤال. لذلك نحن واكبنا المخرج اللائق والمناسب للخروج من الأزمة الأمنية العسكرية بهذه اللحظة، وهذا يعني الحل كان مبني على نقاط معينة. النقطة الأولى أكيد وقف إطلاق النار اللي تحققت،
النقطة الثانية هي إزالة بعض المظاهر أو المظاهر المسلحة اللي كانت بدأت وعم تستمر والمتاريس وخروج المسلحين. النقطة الثالثة هي لجنة التحقيق اللي صارت بالأول، بعدين خروج المسلحين من المدارس وتمت واستلام الأنروا للمدارس، بعدين النقطة الأصعب، النقطة الأصعب هي تسليم اللي هن متهمين بالعملية الإغتيال لتتم محاكمتهم اللبنانية. نعم. هلا هيدي نقطة مهمة، حاليا بدنا نخلي عيننا على المخيم، لكن أنا برأيي اليوم ما حدث في غزة يتجاوز كل هذه الأمور. بالنسبة إذا كل عملية بدها تخلص، يعني المعركة بدها تخلص، الحرب بدها تخلص، ولكن ما بعد هذه الحرب هل هناك اتصالات أو تحضيرات لمبادرة ما أو لملامح تسوية ما أنه نوصلوا؟ يعني نحن حرب تموز 33 يوم قصف وضرب على لبنان، وهذا بالنتيجة صار في اتصالات، صار في أمم متحدة، صار في 1701 وما يتبع. طيب بعد حرب الأفق، ما هو الأفق برأيك؟ كيف تتصور؟ أو بداية في أفقين، في أفق اللي من ميلتنا وفي أفق اللي من ميلة العدو. الأفق اللي من ميلتنا واضح، نحن الحرب صارت، الانتصار العسكري صار، وهنالك مجموعة كبيرة من الأسرى ومن الجثامين التي يجب التفاوض عليها. التفاوض عليها الآن من باب القوة، لأنه نحن منتصرين، نحن عندنا حجم كبير من الأسرى، عندنا حجم كبير من الجثامين، وهدول بالتفاوض مع الكيان الصهيوني المغتصب بفلسطين المحتلة بيصير في التفاوض. هون شروط التفاوض الفلسطيني عالي، ما يحاول العدو الإسرائيلي القيام به الآن من بدعم أكيد غربي، تثبيط محاولة تثبيت تحسين العزل. شروطه. نعم. أول شيء استرداد صورته اللي هو صعب يستردها، ما شاهد يعني لأنه عملية وصارت الثاني شيء محاولة تحسين شروطه التفاوضية. وبالتالي حتى هذه اللحظة أكيد في قنوات عم تجري وفي ضغوطات عم تصير من أجل لأنه بالآخر مثل بس شغلة منا صغيرة، يعني إذا مرتبطة بس بقطاع غزة والشعب الفلسطيني ماشي الحال، بس في تعاطف، يعني مش عم نقول إسلامي، تعاطف حضاري بالمنطقة، بالمنطقة كلها، وحتى حماس عندها ارتباط، عندها ناس برا وحماس عندها ناس جوا وعندها ما مكان، وفي دول حتى ما بتأيد حماس بتأيدها بهذه. عشان هيك اليوم نحن بدنا نشوف، اليوم أهم شيء الآن أن نفكر بعقلانية. ما في شك نحن العاطفة جرفتنا كلنا طبعا، وهيدي شغلة مرة وهيدي شغلة مهمة. هلا أن تفكر بعقلانية ومسؤولية، كيف نحافظ على زهوة الانتصار العسكري ولا نخسر في السياسي والدبلوماسي، تقريشة هون يحتاج إلى، برجع بقول مثل ما كانت حماس حاسمة والمقاومة حاسمة في الحرب، عليها أن تكون حاسمة في التفاوض. الوحدة الصف الفلسطيني، الوحدة العربية خلف الحق الفلسطيني، وأيضا وحدة الأصدقاء، إسلاميين كانوا أم أصدقائنا في العالم، جيراننا كانوا في الإقليم أم خارج الإقليم، أن يكونوا إلى أيضا جانب الحق الفلسطيني. وواضح جدا أنه هذا الانتصار سوف يعيد رفع منسوب الحق الفلسطيني مرة مرتين أكثر وأكثر على طاولة المفاوضات. هل صحيح أنه ما حصل، وطبعا هو مبارك والكل كلنا في إشادة منه، هل صحيح أنه سوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تستخدم هذا الأمر كمان كورقة باتصالاتها المعلنة وغير المعلنة، بمفاوضاتها المعلنة وغير المعلنة مع الدول الغربية، حتى مع الأعداء الألداء للجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ هيك أنا برأيي خلينا نحطها بإطار القضية. هناك قضية فلسطينية محقة، هناك شعب فلسطيني لم ينل أبسط الحقوق حتى يقتل كل يوم، مازال الغذاء والكهرباء وهذا بهيك ظرف، إضافة إلى تكرار التعديات عليه، إضافة إلى عيشه في ظروف غير مناسبة وغير جديرة وغير لائقة.
وفي مثل بيقول رضينا بالهم والهم رضي فينا. يعني وصلنا لحل الدولتين وما مش الحال وعلى 40% من الارض وما عم يقبلوا معنا فيها بالدولة. لذلك خلينا نقول انه ما حدث مشروع بغض النظر. هلا من يراهن على المقاومة ومن يدعم المقاومة ومن يراهن على الحق الفلسطيني ومن يدعم الحق الفلسطيني بالسياسي سوف يكون في خانة الرابحين. لذلك نحن ندعو الجميع إلى أن يكونوا إلى جانب القضية الفلسطينية وإلى جانب حق الفلسطينيين بقضية وبحقوق وبكل الوسائل. يعني القضية أولا بعدين عم ومشروعية ومشروعية الاستخدام. ثانيا إذا بدنا نيجي على المنطقة بلش نحكي سياسي أكبر. الكيان الصهيوني زرع في المنطقة ليحمي مصالح ما معينة، وإذ بهذا الكيان الذي انحطت فيه استثمارات ضخمة عسكرية ومالية واقتصادية وعلمية وتقنية، وإذا هو بحاجة إلى من يحمي فإذا بذات الوقت فإذا بالتالي وضع الدول مضعضع يعني. فإذا بالتالي هنالك عودة لإعادة قراءة لتوازنات سياسية وإقليمية بالمنطقة نتيجة حدث تاريخي بهذا الأهمية. وبذات الوقت الوضع على بجنوب شرق اوروبا على الارض الاوكرانيه في مشكل، وبعدين العملاق الصيني عم يرجع يبين، وفي يعني في مصالح ما عاد في يعني عالميا كمان. ما تنسى نحن نعيش الان في ظل اجواء عالميه هي اعاده ترتيب ما يسمى نفوذ توازنات ونفوذ عالميه. بالماضي كنا عشنا فتره طويله بظل ما يسمى حرب بارده بين قطبين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي لأسباب معينة معروفة وغير انهار الاتحاد السوفيتي صار في لكن بقيت روسيا. عشنا في مرحلة طويلة من الأحادية القطبية. هذه الأحادية القطبية لأسباب عديدة معروفة وغير معروفة لم تحسن إدارة العالم بشكل جيد أو بغطرس استعملت الغطرس بأدت إلى ما أدت إليه من حروب ومن اجتياحات ومن أمور كثير، وكان قسم كبير منا بهذه المنطقة أساسا، وصولا الآن إلى ظهور مع أنه يعني شعوب هالمنطقة تروح تتعلم عندهم تعمل تبادل حضاري معهم بس هن ما يعني لذلك اليوم نحن هلأ في عنا عودة ظهور إلى تعدديات جديدة. نعم ما في شك الولايات المتحدة ما زالت قطب طبعا كبير وعظيم وربما الأقوى حتى. نعم لكن هنالك ظهور كما تقول الصيني ما في شك، وهذا ظهور هادئ ومتطور وتدريجي للصين. هنالك روسيا التي هي بتعيش حالة حرب جدية على حدودها مع أوكرانيا ومع حلف الأطلسي وغيره. هنالك اليوم دور لا يجب أن نستخف فيه لدول تانية حتظهر مثل الهند مثل البرازيل غيرها. إضافة إلى عنا بالمنطقة هنالك اليوم أدوار إقليمية كبرى ستلعبها دول وزنة في الإقليم، المملكة العربية السعودية تركيا إيران وغيرها. وكان من المفترض العدو الإسرائيلي اليوم العدو الإسرائيلي اللي كان عم يدعي أنه هو قطبيته وإذ به تهتز. يعني هذه القطبية المبنية جزء منها كثير على الغطرسة العسكرية اهتزت. فلذلك علينا أن نتطلع بحرص بشكل شديد ونقدر نستفيد ودقة شديدة وعقلانية شديدة إلى كيفية ما بعد. نحن استعودنا ما نستعمل بعد ما بعد ما بعد حرب 6 ما بعد تشرين. بعد غزة ما بعد 6 تشرين ما بعد يعني صحيح. طيب برأيك المملكة العربية السعودية اللي كانت أنه عم تقول حاطت أنه القضية الفلسطينية التطبيع ممكن يكون مع إسرائيل ولكن في القضية الفلسطينية هي الأساس بالموضوع، هلأ أزيل الحرج عن المملكة العربية السعودية صارت تتحرك أكثر أم أنه كمان يعني الحرج بعده موجود؟ ليك المملكة العربية السعودية عم تلعب دور إقليمي ودولي كبير. ليه؟ أولا هي لاعب عربي كبير وربما أحد أكبر اللاعبين العرب في هذا الزمن. ثاني شيء هي لاعب اقتصادي كبير في زمن في أزمة طاقة بعد الحرب الأوكرانية الروسية وغيرها. وإذا بتلاحظ استقلالية القرار بالطاقة مثلا يعني بالطاقة المملكة العربية السعودية لم تتموضع غربا تموضعت شرقا إذا بدك بالاتفاقيات السياسية اللي صارت جابت الصين وعملت لها مؤتمر قمة.
رجعت عملت توازن مع الولايات المتحدة والهند بموضوع خط بالهدول. هذا بيتأثر الخط هلأ بالانتصار تبع غزة. ممكن كتير. لذلك خلينا نتفرج. لذلك المملكة العربية السعودية عندما قالت أنه يعني الكيان الصهيوني بفلسطين ممكن أن يكون هنالك معه علاقات معينة، لكن هذا مرتبط بحق الشعب الفلسطيني وبقيام الدولة الفلسطينية. للأسف يعني وربما الغطرسة الصهيونية ترفض أن تلحظ أي حق أبسط الحقوق. أبسط الحقوق يعني حتى ما يسمى أراضي السلطة الفلسطينية عم يتم كل يوم تجاوز ما يسمى وتزنيرة بالمستعمرات. كما كان يراد أن تحاصر غزة وأكثر. وما تنسى نحن يعني المعركة غزة هلأ فعليا اللي صارت معركة 26، بدنا نتذكر أنه العدو الصهيوني قام بعدة معارك قوية ضد غزة مؤخرا بال2012 بال2006 بآخر سنة أو سنة وشوي، واستهدف الجهاد الإسلامي وصولا إلى قياداته، كسر وصولا إلى قياداته. ولكن برأيي أنا لأن كانت حماس تخطط إلى ما هو تخطط، وهذا بفرجي أنه هذا برد على كثير ناس اللي بيحاولوا يتسألوا أنه هل هذه العملية العسكرية هي رد فعل على حدث هون ولا رد فعل على حدث هون. لا، هي عملية عسكرية نوعية نتيجة تخطيط، نتيجة إذا بتلاحظ استعمال العقل واستعمال عقل واستعمال القدرات واستعمال تقنيات. اليوم أنت اليوم لدولة تستفيد من تقنيات غربية بحجم الكيان الصهيوني ينعمى تقنيا بهذا الشكل، هذا منه سهل أبدا. طيب، انتقالا إلى الجبهة الداخلية قبل الرئاسة، الجبهة الجنوبية هل تتوقع انه الامور تتدحرج اما تبقى بصاروخ من هون قذيفه من هون؟ ليك انا بدايه لبنان يملك توازن رادع من خلال معادله المقاومه جزء منها، الجيش اللبناني جزء منها، اللبنانيين جزء منها، وهذه المعادله هي لحتى الان ادت الى استقرار طويل الامد على الحدود الجنوبيه التي هي الحدود الشماليه لفلسطين المحتله. وعقلانية الردع سمحت، يمكن أنا من النواب اللي صوتوا ضد الخطوط الحالية. يعني الخط الأزرق، الخط البترولي وغيره من التقني. أنا يمكن صوتت، كنت أتمنى أن تكون 29 مش 23 لكن ما فينا نقول أنه نحن كمان بسبب يعني تفاهم سياسي مع قدرة رادعة تمكننا من تحقيق حقوق، وإن شاء الله بترجم حالة هذول. وبالمقابل كمان للتذكير أنه شيفرون اللي عم تحفر بالكيان الصهيوني سكرت عمليات الحفر وتمار وقفوها وغيرها، وهذا كله بفرجي أنه هذا كله معرض للتوازن العسكري إضافة للتوازن السياسي الراجعي. فإذن هنالك توازن، هذا التوازن لا يجب أن يفرط فيه، وهو التوازن بحاجة كتير دقيق وبده دقيق، وهذا التوازن بحاجة إلى قوة كما بحاجة إلى عقلانية. وبالتالي نعتقد أن ما حدث بالأمس لو كان من السهولة استفزاز المقاومة بلبنان لكانت ردت على استشهاد على عناصرها، بينما كان الرد أيضا مدروسا كما الاستهداف. وبالتالي هذا بفرج العقلانية. نتمنى أن نحافظ على هدوء هذه الجبهة، ليس لأننا لا نريد أن ندخل حربا ضد الكيان الصهيوني، وإنما بسبب الواقع التعيس الذي تعيشه الساحة الداخلية اللبنانية. المواطن ظروفه صعبة، إمكانياته صعبة، اقتصادياته صعبة، حالة من الانسداد، الأفق السياسي بدون أفق سياسي ولا دفع. إذن الجبهة الداخلية دي. لكن هذا لا يمنع من أنه أن نبقي العين على هذه الجبهة وأن نبقى حريصين وأن نفتخر بأنه عندنا قدرة رادعة. طيب، نحن هالتطورات اللي صارت إن كان هون أو ردود الفعل العالمية وغيرها عم تنسي العالم أنه في رئيس جمهورية بده ينتخب. يعني نحن نعرف يعني رأيكم، ولكن دايما أنه الرئاسي بيقولوا لك خلي الموارنة يتفقوا أو خلي المسيحية يتفقوا على واحد أو اثنين وتصير الانتخابات. نحن هلأ بيصير لنا 9.5 أشهر من دون رئيس جمهورية، 11 شهر ونص من دون رئيس جمهورية، و13 شهر دخلنا بالمهلة الدستورية.
هل تتوقع أن يعني أو هل هناك احتمال بأنه ما بعد في انتخابات رئاسي إلا للبرلمان المقبل؟ ليك خليني أقول لك بداية نحن بلبنان عندنا نظام أو عندنا يعني هيك عملية سياسية معقدة وغير واضحة في المعالم، لكن مبنية على أنه هنالك تفاهم حول مذهبية الرئاسات الثلاثة، رئيسة الجمهورية، رئيسة الوزارة، ورئيسة مجلس النواب. حصل. لكن إذا كان الرئيس مارونيا لا يعني أنه هو ليس رئيس لكل اللبنانيين. لذلك مع أهمية خصوصا رئيس جمهورية مع أهمية التفاهم عليه كرئيس من قبل الطائفة المارونية الكريمة أو على وجزء على الأقل من الطائفة المارونية الكريمة، يجب أن لكنه هو رئيس لكل البلاد، ويجب أن تكون المكونات الأخرى سواء مذهبية مدنية علمانية أو سياسية أن يكون إلى رأي بموضوع الرئيس. عدم انتخاب رئيس جمهورية هو ليس فقط بسبب عدم تفاهم الموارنة على رئيس، عدم انتخاب رئيس جمهورية وبسبب الأزمة السياسية المستعصية التي نعيشها، وهذه الأزمة هي نتجت عن عقود من الزمن، ربما 3 عقود أو أكثر من الإدارة الغير موفقة والسيئة للملف السياسي اللبناني اقتصاديا وسياسيا وإداريا وماليا بكل أوجه الحياة، واللي أدت إلى كارثة حقيقية، أدت إلى الانهيار الاقتصادي الكبير الذي نعيشه، وأدت إلى إفقار الشعب اللبناني. واللي أخطر من هيك أنه أنت أفقرت اللبنانيين، أخذت لهم ودائعهم، حجزت لهم إياها، عم تشلحهم إياها، الشعب اللبناني ضربت لهم عملتهم، أنا هيتا وما في حدا مسؤول، ما حدا قادر يحاسب حدا. لذلك هذا الانسداد السياسي هو نتيجة قناعة بعض القوى السياسية التي أدارت الملف في السابق بشكل غير موفق وسيء، بعد عندها قناعة أنه هي قادرة ترجع تعمل اتفاق فيما بينها لإعادة إدارته، ما عرفت أنه المعطيات الجديدة سوف تفرض واقع جديد في الإدارة الجديدة. يعني من غير المقبول مرة تانية أن يعاد لبنان بإدارة. طيب شو اللي وصل لمعادلة أنه كل واحد قوي بطيفته هو بده يكون مثلا رئيس هالمؤسسة اللي هي محسوبة عليه؟ شو اللي وصل لهون؟ أنه يعني بالزمانات على رغم قوة الصلاحيات اللي ما كانت تستعمل عند رئيس الجمهورية، كانوا مثلا الصقور بالطائفة المارونية يحتكموا للرابع لخيار ثالث أو رابع وينتخبوا رئيس، على أنه ما يكون في يعني يفضلوا ينتخبوه حتى ولو قبل بشهرين، حتى لو عدلوا الدستور قبل ب6 شهور ينتخبوه حتى ما تخلى كرسي الرئاسي. واليوم وصلنا لمعادلة أنه الرئيس أنه القوي بطيفته هو بده يكون. ليك خليني أقول لك، أنا برأيي حتى من نقول الرئيس القوي أو غير قوي، بلش بالأول بالمعادلة الأبسط. معادلة الأبسط أدير لبنان من خلال 3-4 رؤساء ما بعد الطائف من 3-4 رؤساء يمثلوا طوايفهم ترويكا أو الغالبية العظمى. وهذه الترويكا ما بدنا نفوت بالترويكا هلا، وما قامت به التركيا من سواء من السلبيات واذا كان في ايجابيات، ما بعرف اذا كان في هذا التوافق، هذا الايجابيه هي التوافق. لذلك هذه وكان يبدو انه العالم اقليميا ودوليا مرتاحين، كانوا مرتاحين مبسوطين. ليه؟ لانه كان في 3-4 روس يناقشوا وكان في مال بالبلد وماشي الحال. طيب اليوم رئاسه الجمهوريه منذ بعد الطائف ما أجى الرئيس القوي، أجى الرئيس التي الظروف تسمح بمجيئه، الرئيس الياس الهراوي ظهر البلد من حالة حرب وكان عهده يعني في حسنات وفي سيئات وكان في بحبوحة. جاء الرئيس إيميل لحود وهو لا يملك خلفية سياسية، هو عسكري بالكامل. ثم جاء الرئيس ميشيل ومشيت معه الغرب، يعني لحود امريكا كانت ترفضه ولكن مشيت معه. بعدين اجى الرئيس ميشيل سليمان الذي هو عسكري، صار في مشكل سبعة ايار وبعدين يعني صار في هلا هون بلوكاج. شو اتفقوا هن بين بعضهم بالدوحه وعطوا يبدو انه طمأنوا بعضهم الى اتفاقيات ما معينه، يمكن ترجمتها بعدين لم تكن مثل ما كان مطلوب انها تكون، يعني أدت إلى ما أدت إليه. اليوم
اجى الرئيس عون يلي صحيح هو عسكري لكنه سياسي، سياسي من الطراز الاول. نعم. وعنده كان كتله سياسيه كبيره، وربما كان عنده اكبر اكبر كتله وزاريه ونيابيه وعملت نظريه الرئيس القوي التي كمان لم توفق. لانه نظريه ليه؟ لانه رئاسه الجمهوريه بعد الطائف هي رئاسه لكل الوطن وليست موقع سياسي. الموقع حتى القانون والعداله هو سياسي الموقع. نعم. مش ما حدا يفهمني غلط. نعم. لكن هو سياسي، لكنه سياسي للتعامل مع كل اللبنانيين. ما في يكون الرئيس فريق، في فريق ينتخبه صحيح، لكنه باللحظه اللي بينتخبوا فيها هو رئيس للكل. هو رئيس للكل، وعليه ان يكون ضامنا للدستور، عليه ان يكون حكما، وعليه ان يجد صيغه للتعامل مع الحكومه. يعني عليه ان يكون حكما ويحكم بالحكمه. بالحكمه. انتبه هون، بالطائف عطى كثير من الصلاحيات التنفيذيه الى الحكومه، لذلك الرئيس يملك الرؤيه والحكومه تملك رؤيه وخطه. إيه؟ ليه؟ لانه الخطه بدها تنفيذ، التنفيذ ممكن ينجح ويفشل. نعم. إيه؟ يحاكم رئيس الحكومه، يعني يحاسب الحكومه عندئذ. نعم. بينما بنظامنا نحن البرلماني الموجود ما فيك تحاسب الرئيس، لذلك عم نقول له حسب رئيس جمهوريه. رئيس جمهوريه، لذلك عم نقول له يا جماعه رئيس جمهوريه ممكن ينتخبوه نص البرلمان، ثلثينه، ربع، ثلاث ارباعه، لكن عندما ينتخب كل البرلمان عليه ان يتعامل معه هو رئيسا للبلاد. نعم. في حين ممكن يكون في حكومه وفي معارضه لإلها للحكومه. نعم. حتى داخل البرلمان، وهيك بتصير الديمقراطيه. ويحاسب رئيس الحكومه والحكومه. لذلك نحن الان مش مطلوب بقى استعراض قوه لكي يعطي. نعم. عرض عضلات. استعراض قوه، المطلوب ان يكون هنالك استعراض حكمه، وان يكون استعراض هدوء، وان يكون هنالك نسخه جديده غير متورطه بالمشاكل وبالملفات الملفات وبما يسمى الممارسات السياسية التي حكمت البلاد. طيب بس دكتور بزري، اليوم انت يمكن يعني طلعت على كل المبادرات، المبادرة الفرنسية، المبادرة القطرية، ويعني واللعب بين او الارتباط بين المبادرتين واللقاء الخماسي وما صدر عن اللقاء الخماسي. خليني اقول لك عشان صحح المعلومات. لا. انا بعرف كثير بالمبادره الفرنسيه، من الناس اللي التقى لودريون لا مره ولا اربع مرات. عده مرات التقيته، في حين ما بعرف شيء عن المبادره القطريه. لانه ما اعلن شيء عنها وما شفتوه. وما شفناها وما كلفوا خطرهم ولا يعني هذه شانهم، يعني نحن على كل نحن بنرحب باي مبادره. اي سعي. في بيان خماسي وفي سبقه بالماضي بيان ثلاثي. نعم. اللي قبل طبعا فرنسا والسعوديه وامريكا. وامريكا اللي صار بالجمعيه العموميه السابقه. نعم. مش هيك. وبعدين طلع بيان الدول الخمسه اللي انضمت له قطر والشقيقه مصر. ثم جاء بيان بعدين ثم كان العالم بيان الدوحه، ثم العالم كانوا متوقعين بيان خماسي من قبل ما يجي لودريون. لا، بيان خماسي من دوره الامم العامه هلا. وقت اللي اجتمعوا ما طلعوا بيان. هون العالم شعرت بانه الامور مش ماشيه كثير بهدول. هل هي بسبب الخلاف بالرؤيه بين الدول الخمسه، ام هي بسبب ما يسمى الاحباط الفعلي من الساحه اللبنانيه؟ لانه اذا بتشوف مندوبين الدول الخمسه بيقولوا على الأقل اللي بنلتقي فيهم بيقولوا إنه نحن في تنسيق بيناتنا، لكن مش بالضرورة كل واحد يكون عنده نفس الحركة مثل الآخر أو نفس الرؤية من الآخر. نحن منسقين حول رؤية مشتركة، لكن مش بالضرورة عندنا رؤية واحدة بكل الأمور. هاي واحد. اثنين، بعضهم يقول إنه نحن أحبطنا من اللبنانيين، لأنه منروح من قبل فئة معينة من اللبنانيين ومتفق نحن وياه على نقاط، منروح لنناقشها مع الفئة الثانية، نرجع منلاقي الفئة الأولى غيرت رأيها. لذلك أول حدا بيحكي كلام يعني صريح. لذلك اللي عم نقوله هو التالي، في أمور بسيطة وسهلة. كل ما أنت تأخرت بإنتاج رئيس. أرضية داخلية ليه؟ تسهل انتخاب رئيس. كل ما دورك الداخلي تقلص لصالح الأدوار الإقليمية والخارجية. ولو كانت الأدوار الإقليمية والرئيسية مشكورة وهي صديقة بالخمسة، عم نحكي يعني كلهم سوا مشان ما نظلم حدا وينكرز حدا. لكن نحن ظالمين حالنا وظالمين الشعب اللبناني عندما لأنه لهلأ معظمنا
وخاصة القوى السياسية التي تملك حجم واذن داخل البرلمان عم تسجل مواقف ما بدها تنتخب رئيس. يعني الكل يعني كأنه ما بدهم ينتخبوا رئيس، بعدهم الآن كلهم يريدوا أن يسجلوا مواقف، ما حدا بده يشتغل سياسي عملية براغماتية للوصول إلى رئيس. أنا عندي وجهة نظر وقلتها دائما وحقولها دائما، أنا من الناس الذين سوف يقوموا بالذهاب إلى أي انتخاب والبقاء داخل المجلس بغض النظر، وأنا مع أن ينتخب رئيس حتى لو أنا ما كنت من مؤيدينه، بس ينتخب على على أن نستمر بحالة الفراغ. طيب. على أن نستمر بحالة الفراغ ليه؟ لأنه ساعتها نحن مش بهالفراغ هيدا عم نعطل مش بس العجلة الدستورية، كل عم نعطل العجلة الإدارية. اليوم معظم مؤسسات الدولة صارت منهارة، صارت اليوم بالكاد تستمر، وهي تستمر ضمن ظروف صعبة جدا واستثنائية. فإذا علينا الإسراع بانتخاب رئيس جمهورية. هلأ إذا بدنا نربط الرئيس بالحدث اللي عم بيصير، بالحدث اللي عم بيصير، ما في شك إنه هذه المنطقة بعد هدوء هذه الحرب المنتصرة والمظفرة، هذه المنطقة سوف تعاد قراءة الحسابات فيها، وربما هذا ينعكس على التوازنات بالداخل. لا، ينعكس إيجابا على لبنان. ليه؟ لأنه ربما صار في حاجة الآن إلى ما يسمى الإسراع في لملمة الوضع السياسي المتفكك في لبنان. طيب إذا كانت هلأ فلتاني من الداخل، من إيد الداخل وراحت للخارج، يعني نحن عم نحكي عم نبصر أو شو، في أحد أعضاء اللجنة الخماسية اللي هي قطر، هي عندها يعني بتتعاطى مع إيران بشكل أسهل من غيرها. الآن شئنا أم أبينا التوازنات بلبنان، في ناس أصدقاء إيران، في ناس أصحاب السعودية، في ناس أصحاب الكل. هل يمكن لقطر أن يكون عندها فرص أن تحلحل هاي الأمور بمجرد أنه كمان عندها علاقة مع الخماسية، لأنه هي من ضمنها علاقة مع إيران؟ بالطبع هلأ قطر دولة شقيقة وعندها علاقات جيدة مع مع الدول الخماسية، كما لها علاقات جيدة مع الجمهورية الإيرانية. إضافة إلى ذلك هنالك الحوار المتطور دائما والعلاقات المتطورة دائما بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهن دولتين وزنتين كمان، هذا ممكن ينحط بالخانة الإيجابية. يمكن بكرة نلاقي أنه كل هذه الدول اللي عم نحكي عنها، قطر، المملكة العربية السعودية، إيران، مصر أكيد بالطبع، فرنسا، هدول لا هول كلهم يكونوا إلى جانب الحق الفلسطيني في يعني في الخروج بتسوية بحل سياسية، بحل سياسي إضافة إلى التفاصيل الحل الآخر الأمني. فإذا من هون منقول نحن أنه الأرضية الإقليمية منا متضاربة، ما هو يعني ما في صدام، ما في صدام. المتضارب هو رؤية بعض اللبنانيين وطموحاتهم يلي أحيانا للأسف لأسباب ما منقول عنا بالهدوء، يمكن لأسباب معينة عم يفضلوها على ما يسمى الاستقرار الوطني. طيب دكتور عبد الرحمن، بالنسبة للدور السعودي و يعني بلبنان مكونات والنواب السنة، هل فعلا يعني من بعد كل هالتطورات، التطورات المساعي والجهود، يعني استرجعت المملكة العربية السعودية الزمام وصارت تقدر اقليميا عم نحكي تحكي باسم النواب السنة او الطائفة السنية الكريمة؟ ليك خليني اقول لك شغلة. اول شيء المملكة العربية السعودية لها دور كبير بلبنان، مثل ما ولها علاقة وطيدة مثل معظم الأشقاء العرب، ربما حتى أكثر منهم. تاني شيء لها أصدقاء مش بس بالسنة، بمعظم المكونات اللبنانية. النقطة الثالثة، يعني الساحة السنية بعد انتخابات النيابية الأخيرة وعزوف الرئيس الحريري وتياره عن المشاركة، أعطت نموذج الناس ترابط بأساليب مختلفة. لكن أنا برأيي يجب أن يقرأ بإيجابية أكثر ما هو بسلبية. إيجابية التنوع يعني برأيي. ليه؟ لأن الساحة السنية تاريخيا هي ساحة وطنية، وهي ساحة دائما كانت هي أحد أسباب استقرار لبنان
ودائما بتتذكر انت التسويه التاريخيه. نعم رياض الصلح بشارع الخوري، شارع الخوري، التسويات الاخرى، اتفاق الطائف، كان نعم. دائما الساحه السنيه هي ساحه التسويه الوطنيه. نعم. فعندئذ عندما بيكونوا السنه موجودين بكذا يعني بكذا قراءه بكذا مسرب بتنوع، هذا التنوع حتى يعني المصادفه انه جغرافيا كمان منتشرين مثل المسائل. اذا بتطلع انت بالتنوع السياسي السني بتلاقيه بيعكس التنوع السياسي اللبناني. نعم. لكن ما حدث يعني اذا بدك مؤخرا من يعني تنسيق اكثر بين بعض قسم كبير من نواب السنه. نعم. وسفير المملكه العربيه السعوديه بلبنان هو كمان تنسيق طبيعي. الهدف منه مصلحه لبنان وهو طبيعي، واليوم السعوديه لها دور هام في لبنان كما لها دور هام في الاقليم. يعني سعاده السفير وليد بخاري يمكن التقت فيه طبيعي، وبتلاقي انه صاروا مرتاحين اكثر من بعد الاتفاق اللي عملوه برعاية الصين هن وإيران، ولا ما أثر كثير على لكن اليوم السعودية بالنسبة إلى لبنان واضحة جدا. السعودية تعتبر أنه أهم أسباب بلاء لبنان الحالي هو رهانه على الفساد وعلى المحسوبية وعلى سوء الإدارة، وبالتالي المملكة العربية السعودية واضحة من بيانها الأول اللي نزل بالاتفاق الثلاثي اللي بالبيان الثلاثي امريكا وصولا بالبيان بعدين الخماسي، في نقاط اساسيه ورئيسه مرتبطه بما يسمى بعدم العوده الى ما كنا اليه سابقا من ممارسات، يعني بشكل غير مباشر مش عم يخرجوا عن رؤيه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان المتطوره. متطوره يعني. ليه؟ لانه انت اليوم اذا عم تكافح الهدر والفساد في مناطقك في بلادك، فعليك أن تكافح أيضا الهدر والفساد في المناطق الأخرى، وهذه رؤية متطورة. وبالتالي المملكة العربية السعودية بتعرف أنه شو محطات استثمارات في لبنان، سواء استثمارات تجارية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية أو غيرها، في ظل إدارة فاسدة فإن هذه الاستثمارات سوف تذهب إلى غير الناس الذين يستحقونها. من هون في إصرار سعودي على انه ان يكون الرئيس المنتخب هو من الناس الذين بعيد جدا بعيدا عن ممارسات ترتبط بما كان يحدث في الماضي. باخر الحلقه سؤال عن موضوع انه اذا في لبنان مكونات، وهذا شيء جميل وفريد من نوعه، بتلاقوا انه اذا في تنوع عند المسيحيين وتنوع عند السنه، بتلاقوا انه هذا شيء خارج اطار الطبيعه اللبنانيه انه يكون في ثنائي مكون يعني محترم شيعي هو بلوك واحد ما في عنده تنوع؟ خليني اقول لك نحن بلد ديمقراطي. نعم. والمكونات بتحصل على حجمها بناء على عمليه الشعب. انتخابيه انتخاب الشعب. اذا يعني اذا الشعب انتخب امل وحزب الله واعطاهم اكثريه ساحقه في الساحه الشيعيه، وإذا اللبنانيين اختاروا مكونات متعددة بغير طوائف هذا يعني بشأن تحترمه وتتعامل معه. الهدف الوحيد أنه لا تتحول الحصرية التمثيلية إلى أداة للاستخدام اليومي في السياسة أو للفيتو. بس أنه سلاح يعني إيه سلاح للفيتو. أحيانا نحن بدنا إياه سلاح إيجابي، ما بدنا إياه سلاح فيتو. يعني بتتوقع أنه من بعض هذه التطورات انه ممكن هلا راس مش عم نبصر نحن، بس انه احتمالات تنتخب رئيس يعني نحن. انا اامل انه هلا اظهر من عندك على المجلس لانتخب رئيس. اعتقد انه يعني هناك حدث هلا اقليمي ودولي وعالمي هام بناء عليه يجب البناء عليه. اول شيء يجب تحسين جبهتنا. نعم. دعم حق الشعب الفلسطيني، ومن ثم انتظار الفرصه السانحه للاستفادة من التطورات الإقليمية والدولية. بهيك نهار شو بتوجه بآخر حلقتنا؟ أول شيء تحية للمقاومين بفلسطين، تحية لأهالي غزة اللي عم يتحملوا هلأ الوحشية والهمجية العدو الصهيوني. منقول أيضا ندعو كل أهلنا الفلسطينيين إلى الوحدة، وندعو كل اللبنانيين إلى الآن إلى التضامن
وندعو كل أهلنا العرب وإلى أيضا يكون هنالك تضامن عربي وتضامن إسلامي وتضامن دولي مع الشعب الفلسطيني. سعادة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، نحن نشكرك من تلفزيون لبنان وأهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، نشكركم ودمتم بخير.